البحث عن الحقيقة يستوجب منا أن نذهب ونرى، أن نصغي للآخر، أن نتلمس الأحداث، ربما أن نذهب إلى حيث لا نريد أو لا يريد أو يجرؤ أحد أن يذهب. أن نفهم الحقيقة يتطلب منا أن نأخذ الوقت الكافي لنفهمها، لنبحث ونتعمق في تفاصيل الأحداث، وألا نستخلص استنتاجات متسرعة، أن نخرج من أنفسنا ونعيش الحالة، حينها يمكننا أن نخبر بصدق ما اختبرناه بحواسنا وما رأيناه بأعيننا. باسم سيادة رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري الذي يحتفل بهذه الذبيحة اليوم ممثلاً صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال البطريرك مارك بشارة بطرس الراعي ونائبه قدس الأرشمندريت توني ديب ممثلاً غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك، وباسم أعضاء اللجنة وباسم الشخصي نشكر سعادة السفير البابوي سيادة المطران جوزيف سبيتري وسيادة المطران جوش أسادوريان ممثلاً البطريرك كريكور بيدروس العشرين. نشكر أيضاً ممثل معالي وزيرة الإعلام الأستاذ زياد حرفوش ونقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي وكل ممثلي وسائل الإعلام الموجودين بيننا، نشكرهم على مشاركتنا معنا في إحياء يوم الإعلام العالمي 55 الذي أردناه هذه السنة أن يكون مختصراً ورمزياً انسجاماً مع توصيات اللجنة الصحية التي تدعونا إلى التباعد في مثل هكذا احتفالات بسبب جائحة كورونا، على أمل اللقاء بكم جميعاً مع نشاطاتنا على أوسع ما يكون في السنة المقبلة إن شاء الله في ظروف صحية وسياسية ووطنية أفضل. عسى أن تكون هذه الأيام الصعبة التي نعيشها مرحلة تمر ونعود إلى حيث يجب أن نكون. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب القدوس، يا من أرسلت ابنك الوحيد في ملء الأزمنة فأحيانا بموته وقيامته وأفاض علينا الروح القدس روح البنو الذي به ندعوك أبانا، أهلنا في أحد العنصرى عيد حلول روحك القدوس على التلاميذ الأطهار في العلية أن نعيد لك بالفرح والقداسة ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. وعلى الأرض السلام ورجاء الصلاة.
إلى الآب الذي لا بدء له ومنه تدعى كل أبوة في السماء والأرض، وإلى ابنه يسوع المسيح ربنا كلمة الآب وحكمته وقوته، وإلى الروح القدس الذي ينبثق من الآب والابن وهو ينبوع المواهب الإلهية المحيي وواهب الحياة للجميع. والخمور أبون رشقه الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. الذي تكلم قديما في الأنبياء وآخر الأزمنة في الرسل، أنت مقدس الكنائس ومكمل الخدم الإلهية وواهب الكهنوت ومتمم المعمودية ومجلل الأسرار وغافر الخطايا، الروح الفاحص أعماق الآب، روح زخيرة البنين، روح الحق والحكمة والفهم والمعرفة والمخافة الحسنة. إليك أيها الروح البرقليط نتضرع على عطر هذا البخور، ونسألك أن تجدد كما حللت على الرسل القديسين في العلية، املأنا من حكمة التعاليم، اجعلنا هياكل جديرة بوقارك، اروينا بنعمتك، اغننا بمعرفة أسرارك، أضئنا بنورك، وهب لنا أن نحيا لك ونسجد بنقاوة وقداسة، وبك ومعك نرفع المجد إلى الآب المحجوب والابن المسجود له. برخمور إشقهنين وإلى الروح القدس الآن وإلى الأبد. Yeah.
الروح القدوس إلهنا المعزي، يا من أدرت بألسنة من نار على رسل القديسين وملأتهم عطايا إلهية، اقبل عطورنا وبنعمتك املأنا قوة وحكمة وقداسة، واظهر لنا من مواهبك السماوية التي تمت بها على كل إنسان حسب استحقاقاته، ونرفع الشكر إليك وإلى الآب وابن الوحيد ربنا يسوع المسيح الآن وإلى الأبد. قدس أفكارنا ونطي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. الروح القدس حل يوم فصل من أعمال الرسل. وبارك يا سيد. المجد لسيد الرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي، في تمام اليوم الخمسين كان الرسل معاً في مكان واحد، فحدث بغتة دوي من السماء كأنه دوي ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقر على كل واحد منهم لسان، وامتلأوا كلهم من الروح القدس، وبدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما كان الروح يؤتيهم أن ينطقوا. وكان يقيم في أورشليم يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء، فلما حدث ذلك الصوت احتشد الجمع وأخذتهم الحيرة، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فدهشوا وتعجبوا وقالوا: أليس هؤلاء المتكلمون جميعهم جليليين؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا باللغة التي ولد فيها، ونحن فرتيون وماديون وعيلاميون وسكان ما بين النهرين واليهودية وكبادوكيا وبنطس وآسيا وفريجيا وبنفيليا ومصر ونواحي ليبيا القريبة من قيروان، ورومانيون نزلاء
يهود ومهتدون وكريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا عن أعمال الله العظيمة. وكانوا كلهم مدهوشين حائرين، يقول بعضهم لبعض: ما معنى هذا؟ لكن آخرين كانوا يقولون ساخرين: إنهم قد امتلأوا سلافة. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وخاطبهم قائلاً: أيها الرجال اليهود ويا جميع المقيمين في أورشليم، ليكن هذا معلوماً عندكم، واصغوا إلى كلامي. لا، ليس هؤلاء بسكارى كما تظنون، فالساعة هي التاسعة صباحاً، بل هذا هو ما قيل بيوئيل النبي: ويكون في الأيام الأخيرة، يقول الله: إني أفيض من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبانكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاماً. وعلى عبيدي وإمائي أيضاً أفيض من روحي في تلك الأيام، فيتنبؤون، وأعمل عجائب في السماء من فوق، وآياتاً على الأرض من أسفل، دماً وناراً وأعمدةً من دخان، وتنقلب الشمس ظلاماً والقمر دماً قبل أن يأتي يوم الرب، اليوم العظيم المجيد، فيكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص، والتسبيح لله دائماً. بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن. فاسمعوا وامجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع لتلاميذه: إن تحبوني تحفظوا وصاياي، وأنا أسأل الآب فيعطيكم باراقليطاً آخر مؤيداً يكون معكم إلى الأبد، هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو فيكم
لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم، عما قليل لن يراني العالم، أما أنتم فترونني لأني أنا حي وأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعرفون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، حقا والأمان لجميعكم. والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هلما فانظر، من إنجيل القديس يوحنا. سعادة السفير البابوي المطران جوزيف سبيتاري السامي الاحترام، سيادة المطران جورج أستادوريان ممثل غبطة البطريرك ريكور بيدروس العشرين، أبائي الأجلاء، معالي وزيرة الإعلام ممثلة بمدير الوكالة الوطنية للأنباء سعادة الأستاذ زياد حرفوش المحترم، حضرة نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي المحترم، قدس نائب رئيس اللجنة الأسقفية الأرشمندريت توني ديب الجزيل الاحترام، الآباء الأجلاء، أعضاء اللجنة الأسقفية الأحباء، الإعلاميات والإعلاميين، أيها الإخوة والأخوات، إن التحدي الذي ينتظرنا هو التواصل من خلال اللقاء مع الأشخاص أينما كانوا وكيفما كانوا. هذا ما كتبه قداسة البابا فرانسيس في رسالته بمناسبة اليوم العالمي 55 لوسائل الإعلام تحت عنوان هلما فانظر. إن الدعوة هلما فانظر لنتنائيل على لسان فيليبوس كما ورد في الإنجيل بحسب القديس يوحنا هي طريقة كل تواصل بشري حقيقي. نذهب وننظر ونقيم مع الأشخاص ونصغ إليهم ونجمع اقتراحات الواقع. لقد نصح الطباوي الإسباني مانويل لوزانو جاريدو زملائه الصحفيين قائلاً: افتح عينيك بذهول على ما ستراه، ودع يداك تمتلئان من نظارة الحيوية، بحيث عندما يقرأك الآخرون يلمسون بأيديهم معجزة الحياة النابضة. هذا ما اقترحه قداسة البابا لأي تعبير تواصلي يريد أن يكون واضحاً وصادقاً في تحرير صحيفة أو وسيلة تواصل سياسية أو اجتماعية. كما في كل عظة، إنها الطريقة التي من خلالها نقل الإيمان المسيحي بدءاً من تلك اللقاءات الأولى مع يسوع وتلاميذه على ضفاف نهر الأردن وبحيرة الجليل. لطالما اشتكت الأصوات اليقظة في موضوع المعلومات الكبرى من خطر الرتابة في صحف نسخت عن بعضها البعض، أو في أخبار مشابهة تلفزيونية وإذاعية وعلى المواقع الإلكترونية، حيث يفقد نوع التحقيق أو التقرير مساحة الجودة. هناك خطر بأن تؤدي أزمة النشر إلى تركيب المعلومات في غرف الأخبار أمام أجهزة الكمبيوتر وسواها دون الخروج إلى الشارع على الإطلاق، ودون لقاء الأشخاص للتحقق من مواقف معينة وجهاً لوجه. إذا لم ننفتح على اللقاء فإننا نبقى مجرد متفرجين خارجيين
على الرغم من الابتكارات التكنولوجية. أجل إن الصحافة أيضاً التي تنقل الواقع تتطلب القدرة على الذهاب إلى حيث لا يذهب أحد، حركة ورغبة في الرؤية، فضول وانفتاح وشغف. وبالتالي علينا أن نشكر العديد من المهنيين على شجاعتهم والتزامهم، ولا سيما في زمن جائحة الكورونا ومخاطر الأحداث والضيقات والحروب. الصحفيين والمصورين والمحررين والمراسلين والمخرجين الذين غالباً ما يعملون في خطر كبير، كالحالات الصعبة للأقليات المضطهدة في مختلف أنحاء العالم، وشجب العديد من أشكال الاستغلال والظلم والفساد والضيقات والمآسي الاجتماعية. لقد تعلمنا منذ فترة طويلة كيف يمكن التلاعب بسهولة بالأخبار وبالصور لألف سبب وسبب. وأضاف قداسة البابا قائلاً في التواصل: لا شيء يمكنه أن يحل مكان الاطلاع الشخصي على الوقائع. هناك بعض الأشياء التي لا يمكن تعلمها إلا من خلال اختبارها، فالمرء لا يتواصل بالكلمات فقط، إنما بالعيون ونبرة الصوت والتصرفات. لقد كان سحر يسوع القوي على الذين التقوا به يعتمد على حقيقة وعظه وما كانت فعالية تبشيره لتنفصل عن نظراته ومواقفه وحتى عن صمته. لقد أصبح الله الكلمة المتجسد معنا وجهاً لوجه، نراه نسمعه ونلمسه كما كتب يوحنا الإنجيلي في رسالته الأولى: ذاك الذي سمعناه، ذاك الذي رأيناه بعينينا، ذاك الذي تأملناه ولمست يدانا من كلمة الحياة نبشركم به. ولنا من رسول الأمم المحاور الكبير القديس بولس مثالاً في الأسفار واللقاءات والحوار واستخدام الرسائل إلى الكنائس، مما أثار إعجاب معاصريه الذين سمعوه وهو يعظ، وكانوا محظوظين بأن يقضوا معه بعض الوقت ويلتقوه ويروه في اجتماع أو محادثة فردية. واستذكر البابا فرانسيس قولاً مأثوراً للقديس أغسطينوس: بين أيدينا الكتب والحقائق في أعيننا. وختم قداسته هذه الرسالة مصلياً: علمنا يا رب أن نخرج من أنفسنا وننطلق في البحث عن الحقيقة، علمنا أن نذهب ونرى، علمنا الإصغاء وألا نعزز الأحكام المسبقة وألا نستخلص استنتاجات متسرعة، أن نأخذ الوقت الكافي لنفهم، أن نولي الاهتمام للأمور الجوهرية، وأن نميز المظهر المخادع عن الحقيقة. وامنحنا النعمة لكي نتعرف على مساكنك في العالم، والصدق لكي نخبر بما رأيناه. أيها الأعزاء، معلوم أن لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أثرها البعيد على المجتمع ككل، فهي باستطاعتها أن تقدم له النماذج في الحياة ما قد يطبعه ثقافياً وأخلاقياً ومسلكياً، وقد تثير فيه مشاعر التدين أو الإلحاد، الثورة أو الاستسلام للاستعباد، الشعور بالكرامة أو القبول بالهوان، إلى ما سوى ذلك من حالات. لذلك ترى الكنيسة واجباً عليها أن تقوم بالدفاع عن حرية الإنسان وكرامته، وترفض رفضاً قاطعاً كل أشكال الاحتكار والتلاعب للهيمنة. إن المعارضة في البلدان الراقية تتمتع بما تتمتع به الموالاة من حقوق في الإعلام في الأمور الآيلة لخير جميع المواطنين، فلا يجوز
أن تكون الحرية مسار جدل أو تعقب أو تخوين، فمن فقد الحرية أصبح منقوص الإنسانية والكرامة، لا بل انحدر إلى مستوى آلة صماء تستعمل لتنفيذ إرادة غريبة. إن المجاهرة بالحقيقة المسؤولة قد تجرح من يريد طمسها وتغيير أو تزوير معالمها. هل العدالة هي في التلاعب بتشويه الحقائق من أجل المصالح وإكراماً لعيون المساومين عليها؟ فالأمثلة كثيرة ولا نريد التوسع فيها، مثل كارثة انفجار مرفأ العاصمة بيروت وما نتج عنه من ضحايا ودمار طالت في مطالب الإعلاميين وبعض المؤسسات الإعلامية. إن الحرية المسؤولة والمجاهرة بالحقيقة لا تعني التفلت والانزلاق إلى التراشق الإعلامي اللامسؤول والحملات المغرضة والاتهامات بحق الأشخاص والمؤسسات على مختلف المستويات، ولا تعني التجريح والتشهير اللاأخلاقي بالكرامات التي تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أن يكون الإنسان مأجوراً لأحد، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن ثقافة الحرية في الوطن اللبناني عريقة في تاريخها وشريفة في أخلاقيتها، بعيدة كل البعد عن التفاهة. ونتساءل من حين إلى آخر، ترى أيراد أن يفقد لبنان شرفه هويته في الحرية المسؤولة؟ ألا أنار الله عيون القلوب والضمائر وأنقذنا بشفاعة والدة الإله مرآة العدل وكرسي الحكمة من ظلام العابثين. وفي الختام، إننا باسم صاحب الغبطة والنيافة مر بشارة بطرس رئيس مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك، الذي كلفنا وشرفنا أن ننقل إليكم جميعاً بركته الأبوية تعبيراً عن مشاركته الصلاة معاً، نشكر في الوقت عينه الرهبانية الباسلية المخلصية حسن استقبالها لهذا الاحتفال، كما نشكركم جميعاً أصحاب المقامات الدينية والمدنية والإعلامية فرداً فرداً مشاركتكم إيانا هذا اللقاء السنوي، أعاده الله عليكم وعلينا بظروف أفضل. آمين. نؤمن بإله واحد. دم حادث اليوم وين بصور الطيب وطاف عود البيت واسكوت بهاي الظهور يتبنينا بزادي قرفها لفايد
الطريق أخرطبت هم سيحل بديون على المذبح هللويا قابل قربنا. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة أبلهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومر يوسف البتول ومرمرون وجميع القديسين. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، جميع الإعلاميين والإعلاميات والمؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. لنا جميعا واهلنا ان نعانق بعضنا بعضا في نسمه من محبتك لا تنقطع بقبله لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر اليك والى ابنك الوحيد وروحك القدوس الان والى الابد. السلام لك يا مسبح الله، السلام للاسرار المقدسه الموضوعه عليك، السلام لكم أيها الأحبار الأجلاء والكهنة الأنقياء وخدام الروح القدوس. سلام الله يحفظ قلوبكم والمعونة لضعفنا
لأنك للجميع الملجأ والمعين، بارخ مور أبور إشكهني. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، بارخ مور إشكهني. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هود أقدم حاشودي لمعبد حي ساب اللحم بداو قدي شبتو أبارخ قادر واقصو يا بالتلميدة كدما سأقول من كل خوف هونو دنيتا أغرودي دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقصر Oh, no.
الغالي ونطلب منك الرحمة والحياة ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تلين الأبرار والخطا بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضنا لهذا تضع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك يا رب ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرغب ساعة أحبائي ينعدر في الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديس فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان طلباتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرياركنا وجميع البطاركة ومار أنطوان نبي المطراننا وجميع الأساقف الموقرين وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب كيريا ليسون هذه هي رسالة كل إعلامي أن يلمس الحدث بعينيه المجردتين ويحمله إلى العالم ويتفاعل معه نسألك يا رب أن تحمي كل الصحفيين والعاملين معهم في لبنان والعالم وبنوع خاص أولئك الذين يغطون الأحداث والحروب المؤلمة إليك يا رب سلطان كولان الموريو نصلي يا رب من أجل أن يعي كل إعلامي مسؤوليته في مواجهة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بالأخبار والصور وتفبرك الأحداث وتنتهك الكرامات
اجعل يا رب روحك القدوس في قلوبهم كي يواجهوا الشر بالخير ويكونوا رسل سلام يعلن الحقيقة دون سواها. نثكشاف لوخ موريو، نسألك يا رب. نصلي من أجل إخوتنا الإعلاميين في غزة الذين يتعرضون مع مؤسساتهم إلى خطر كبير. احمهم يا رب وأحل سلامك مكان الحروب. اشف الجرح منهم وارحم النفوس البريئة التي سقطت. نسألك يا رب. نصلي من أجل كل الإعلاميين المحتجزين والمخطوفين. فك يا رب أسرهم ليعودوا إلى أهلهم وعائلاتهم. نسألك يا رب. نصلي من أجل الزملاء الذين غادرونا ومن أجل شهداء الصحافة في لبنان الذين سقطوا هذه السنة، خاصة شهداء المرفأ، كما نصلي من أجل المتوفين منهم بمرض كورونا. أرحهم يا رب في ملكوتك السماوي واغفر خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اكترفناها بمعرفة وبغير معرفة. تقبل يا رب طلباتنا، اغفر لنا ولموتانا، فيتمجل بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك غفورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة، واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطي إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. لا تدخل
ادخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجينا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد والروح القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناول واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك، المنحنين أمامك، الضارعين إليك، واهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. سلكت في وادي ظلال الموت
بالدهن وكأسي مروية والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا إكسلنس مونسيور أنداري مونسيور أسادوريان et Révérend Dessiné Maïrché Marguerite, Antoine Dib, et chers amis, Monsieur Ziad Khalfouch, représentant la ministre de l'Information, Monsieur Joseph Kousseifi, président du syndicat de rédacteurs, et Révérend Père, et chers amis de la presse, surtout ceux qui nous suivent aussi pour, à travers Télé-Lumière et les moyens d'information. C'est toujours un honneur pour moi de participer à cette célébration pour vous porter la bénédiction spéciale de Saint-Père, de notre pape, le pape François, et le soutien particulier de pape François tous ceux qui travaillent dans le monde de la communication sociale. Vous savez combien le pape François est proche et soutient la liberté de presse, la liberté d'action de journalistes, et que c'est une liberté au service de bien commun, au service de la communauté. C'est une liberté très importante au service de la démocratie. Et particulièrement cette année, vous avez écouté le message du pape que son Excellence Monsieur Andari nous a expliqué. Cette liberté signifie aussi l'engagement de vous tous comme journalistes, comme personnes qui travaillent dans les moyens d'information, d'aller et voir, c'est-à-dire cet engagement en première personne pour connaître la situation réelle de gens et la situation réelle surtout de ceux qui se trouvent en difficulté et partager après votre expérience directement avec tout le monde. De cette façon, nous pouvons aider la construction d'une société plus juste, parce que avec l'information que vous réussissez à prendre directement vous-même, on peut aussi
lutter contre, par exemple, contre les fake news. Donc, et c'est dommage la difficulté et le problème que crée le fake news. Et alors, c'est cette expérience, cette proximité, cet engagement pour construire la communion avec et les personnes réelles de la vie que vous, après, vous partagez avec tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne célébration de ces jours que l'Église est dédiée chaque année au moyen d'informations à tous ceux qui travaillent dans ce monde très important de la communication. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde toujours et afin que vous puissiez accomplir votre travail au service de la société, au service de la liberté et de la démocratie, au service d'une société plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. In ad aleikum, et que Dieu vous bénisse. على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا برخمور أبون ريش كهني ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد احفظهم بصليبك واكمل لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك فندفع معهم المجد والشكر اليك والى ابيك المبارك وروحك القدوس الان والى الابد آمين. اذهبوا بسلام يا اخوتي واحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد آمين